مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، على تواصلكم ووفائكم لنا واهتمامكم بهذه الرياضة العربية الأصيلة مع هذا النقل المباشر. يتواصل برنامج صباح هذا اليوم من خلال انطلاقة الشوط السادس، آخر أشواط السيارات. بعد هذا الشوط نبدأ نقديا، ولكن الجوائز النقدية قيمة ومثمنة تليق باسم هذا المهرجان وهؤلاء الأبطال المشاركين. الشوط السادس هو شوط أبكار مهجنات لأبناء القبائل، سنها سن الإذاعة طبعا. المسافة 6 كيلومترات، سيارة للمركز الأول، بقية المراكز من الثاني حتى المركز العاشر جوائز نقدية قيمة. هذه لحظات التجمع، هذه لحظات اندفاع هذه الهجن، تكتل هذه الأعداد في مكانة متقاربة واحدة. نتمنى التوفيق للجميع كما نحن الآن نتابع ونرى المركز الأول. التماس للسيد معتوق بن رغش بن طبازة من الدودة العامري اللي مسيطر على المركز الأول، بينما المركز الثاني تحتل بحور لعبد الرحمن بن فهد المديني. وفي المركز الثالث، المركز الثالث يأتي دور الطيارة لعبد الله بن طويرش الوهيبي ضيف من سلطنة عمان الشقيقة. مرحبا بأخينا وحبيبنا من سلطنة عمان وبكل الضيوف. المركز الرابع، المركز الرابع، المركز الرابع، إذا هذه العرفة لصالح بن سعيد بالعرج المري ضيف من ضيوفنا أبناء المملكة العربية السعودية الشقيقة. هناك شعار تحمل رقم 10 ضبأ لحمد بالدبية العفاري، سالم بن سعيد بن منانة السويدي متواجد، أو أحمد والنعم بالجميع، مذيار لأحمد بن سعيد بن منانة السويدي هنا حاضرا في المركز السادس. وفي المركز السابع دور مشاهدينا الكرام الغزيل محمد بن حسن السوداني، هذه الضيافة من أفريقيا. مرحبا بضيفنا من جمهورية السودان الشقيق. المركز الثامن، المركز الثامن اللي تحتل في هذه اللحظات غيور لعبد الله بن مظفر بن محمد العامري. وفي تاسع المراكز مشاهدينا الاعزاء راهيه لعبد الله بن صالح بالطير، عبد الله بن صالح راعي الطير العامري. وفي المركز العاشر، المركز العاشر نرى شقرة لخليفة بن علي بن خليفة المرر. هذه النتيجة، وأشكر الزملاء وأشكر زميل سهيل مغراب على التواصل مع شعارات وأسماء الهجن في الأشواط. مشاهدينا الكرام، هذا ندائي الأول، هذه إذاعتنا الأولى للمراكز العشرة في هذا الشوط والبحث عن السيارة الأخيرة في هذا اليوم. ولكن نوعد ونعد الجماهير بمساء وظهيرة هذا اليوم وأحداث الكؤوس الخاصة بهذا السن وبأبناء القبائل. في الساعة الثانية إن شاء الله سيكون اللقاء قوي وساخن وحار للغاية بين عمالقة المضمرين. هنا الشاشة تبين لنا أيضا لحظات التكريم اللي يقوم بها زميلنا أبو حمدان ورفاقه للمراكز الثلاثة الأولى بمادة الزعفران. شكرا دبي ريسنج، شكرا لمخرجنا، شكرا لكل من يساهم في إنجاح هذا المهرجان. عودة إلى المركز الأول وإلى مقدمة الشوط، بحور عبد الرحمن بن فهد المديني. إذا المركز الأول، عبد الرحمن بن فهد المديني بحور في المركز الأول. والمركز الثاني مشاهدينا الأعزاء اللي تحتله ضبأ لحمد بالدبية العفاري. هناك من وصلت ودخلت في المركز الثاني، شقرة لخليفة بن علي بن خليفة المرر، وشقرة للسيد خليفة بن علي بن خليفة بالصلف المرر. المركز الثالث، حمد بالدبية العفاري اسمها ضبأ. المركز الرابع،
المركز الرابع هنا التماس لمعتوق بن رغش بن طبازة بن الدودة العامري. والمركز الخامس مشاهدينا الاعزاء هذه ايضا الغزيل محمد الحسن السوداني. المركز السادس اللي تحتله غيور لعبد الله بن مظفر بن محمد العامري. المركز السابع هنا الدور راهيه لعبد الله بن صالح راعي الطير العامري. والثامن المراكز للسيد حمد بن خويتم العامري. سرابه في المركز الثامن للسيد هلال بن جميل السعيدي. والمركز التاسع النصيبه لعبد الله بن طويرش العفاري. المركز العاشر غير موجود رقم 64، لكن يمكن نعرفها شخصية. وين شعارها؟ وين هي؟ 24 وهايب لصالح بن حمد بن هاملة المريح. الضيوفنا الكرام من دولة قطر الشقيقة، هذه النتيجة مشاهدينا الكرام. والله قربنا يا شباب، قربنا يا شباب. همو همو وهبوا إلى السيارة. لمن هذه السيارة؟ يا بن حضير، لمن هذه السيارة؟ لمن؟ عند الله، عند الله بالفعل. راعيها اللي الله قاسمها، لكن تحركوا تحركوا. ما عاد بدري. يا سلام يا سلام، خلاص الكيلومتر قريب منه، الكيلومتر الاخير. وما اشوف في المقدمه الا هذه اللي هي بحور لعبد الرحمن بن فهد المديني. من خلال هذا الكشف وهذه الاعلانات والتسجيلات، يا سلام يا بحور. لكن بدا الهجوم على بحور من تبحر على ارض المرموم. التماس سبحت مع بحور في الميدان في المضمار لمعتوق بن رغش بن طبازه العامري. انفردوا هل السياره يا جماعه، انفردوا هل السياره. 1200 على وين؟ يا سلام يا بحور. اللي مبحره في المركز الاول عبد الرحمن بن فهد المديني في المقدمه. المركز الثاني التماس لمعتوق بن رغش بن طبازه بن دوده العامري. المركز الثالث، يا سلام، خطر قادم هذا الخطر، قادم مع شقره، لاحمد بن خلفان بن خصيبه الظاهري في المكان الخصب، في الكيلومتر الخصب، في اصعب كيلومتر على حتى حلج المذيع هذا الموقع. وهناك عتيج بن محمد بن زيتون المهيري يعلن. الله 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 الله، شعاع اشعت مع اشراقة هذا الشمس، مع شعاع الشمس واشعاع الشمس الدافي. الله، ونحن هنا على أرضية تحفة الميادين مع بحور، المبحرة. أبحرت بحور أيها الجمهور، أيها المشاهدين الأعزاء، لتخطف طاسة الزعفران الأولى في آخر سياراتنا وجوائزنا العينية في هذا الصباح، لتهدي لبقية أشواط جوائز النقدية القيمة بعد هذا الشوط. يا سلام يا بحور، سلام يا راعي بحور، سلام يا أهل المملكة، سلام يا أهل المملكة، سلام. مرحبا يا أبو متعب. اليوم خادم الحرمين يصل بإذن الله إلى أرض الوطن سالما معافا. وهذه إهداء من المديني بهذه المناسبة الجميلة، عبد الرحمن بن فهد المديني، تهانينا والناموس، شقيقنا من المملكة العربية السعودية الشقيقة. المركز الثاني عتيج بن محمد بن زيتون المهيري. المركز الثالث جاءت براقة للفندي بن خميس بن فندي المزروعي. المركز الرابع غيور للسيد عبد الله بن مظفر بن محمد العامري. المركز الخامس معتوق بن رغش بن طبازه العامري. والسلام الى منطقة تبوك في المملكة العربية السعودية الشقيقة. الشمال بارد 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 بارد، وهذا الناموس دف شوي، دف القلب، ريح الامور. خلاص احذف الفروة يا راعي البحور،
احذف الفروة يا راعي البحور، اليوم يوم الدفا والبخور، 9:15 جزئين من الثانية، تهانينا للسيد عبد الرحمن بن فهد المديني، تهانينا أيضا لنايف بن سعود البلوي زميلنا بهذه المناسبة، وأهل تبوك عامة منطقة تبوك الشمال الغربي. 9:17:03 توقيت بن زيتون والبكرة اللي فازت بالمركز الثاني، تهانينا والناموس.